الجاليات العربية في ليبيا تجمعت هنا في مدينة مصراتة في ملتقى الثقافة العربي الذي تم تنظيمه من قبل مفوضية المجتمع المدني. مصراتة تحتضن الوطن، شعار اليوم نشاهده على أرض الواقع من خلال هذا الملتقى وهذا المهرجان، مهرجان الثقافة العربية. فعلا مشاركة الجاليات العربية في المعرض واضحة جدا، وفعلا نحن بحاجة كشباب ليبيين وكعائلات ليبية أن ترى العادات والتقاليد والمقتنيات والأزياء الشعبية لكل الدول العربية. هدف الملتقى كان تلاقي الثقافات والحضارات داخل مكان واحد تمتزج مع بعضها ويستفيد كل من الآخر. شمل المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى عرضا للمقتنيات والأكلات الشعبية لكل بلد. الملتقى الأول للثقافات العربية، ومن خلال ما زيارتنا هذا الملتقى قررنا اعتماد هذا الملتقى أنه يقام سنوي في شهر فبراير، ليكون يضم كل الجاليات العربية. الجبنة السودانية شدت الحضور لهذا الملتقى الذي كان حدثا اهتمت به الأوساط الثقافية في مدينة مصراتة، آملة أن يكون مناسبة سنوية كما قال رئيس الهيئة.